ولنقاش تداعيات تفجير البصرة وقضاء مخمور وتصريحات مقتدى الصدر الأخيرة في الربط بينهما، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. لم تمضي ساعات قليلة على تفجير البصرة حتى يشهد العراق تفجيرا جديدا بقضاء مخمور، ربط الصدر بين هذين التفجيرين، كيف يفسر ربط الصدر بين تفجيرين وتوقيت تصريحه؟ يعني أولا أنا أعتقد هذه أول مرة الصدر يشير صراحة إلى أن الميليشيات تمارس القتل والتفجير والاغتيالات، سواء كان هذا القصد منه مكسب سياسي أو تحديد للجنات، لكن هذه لأول مرة يحدد الجاني من قبل رئيس أكبر كتلة سياسية في العراق. نعم سبق ناشطين تكلموا ومواقع أخرى تكلمت عن التفجيرات وعن ما يحدث واتهمت بها الميليشيات، لكن على اتهام بهذا المستوى هاي لأول مرة يعني يصدر تصريح من هذا المستوى لهؤلاء. لكن من كان يقصد؟ السيد الكاظمي أصبح في وضع حرج بعد تصريحات وتغريدة مقتدى الصدر التي كتبها، فعليه إما أن يمضي قدما في مواجهة هؤلاء أو يسكت كما سكت على من أراد اغتياله، والراجح عندي أنه سوف يسكت ويمرر هذا الأمر مرحباً. من كان يقصد الصدر باتهامه لتنفيذ التفجيرين برأيك، وإلى أي مدى هو فعلا كما أشرت في البداية يريد تحصيل مكسب سياسي على الخصوم الذين يحاولون التجمع للضغط عليه وتحصيل مكاسب أكبر من الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة؟ يعني هو لا شك أنه يتهم الميليشيات الولائية أو التي يعتبر الإطار التنسيقي هو ذراعها السياسي المنافس له أو المناكف له في العمل السياسي خصوصا بعد الانتخابات، وبالتالي هي نقطة كسبها السيد مقتدى الصدر ضد هؤلاء، وهؤلاء أصبحوا في زاوية حرجة لأنه الجميع أصبح اليوم يتهمهم، الشعب العراقي عموما، ناشطين سياسيين، موظفين سابقين مثل شقيق محافظ البصرة سابقا الوائلي وهكذا، فالأمور بدأت تكشف شيئا فشيئا. كانت تهمة داعش هي شماعة، وعلينا أن ندرك أنه قضية تهمة داعش هي ليست لهذا التنظيم حصرا، وإنما تهمة داعش يعني يقصد بها مكون كامل. والبارحة تابعت برنامج على إحدى القنوات كان يشير أحد المحللين بأنه المهجرين من الرمادي إلى البصرة وإلى مناطق الجنوب هؤلاء أصبحوا حاضنة، وهذا الكلام هو تهمة سواء للمهجرين أم لمكون كامل. فجاء الرد من أقرب الناس إليهم وشخص الجريمة وشخص الجاني، فيبقى على الحكومة أن تقوم بإجراءاتها أو تسكت كما سكتت سابقا. أكد مقتدى الصدر أيضا في تصريحاته على أن عودة ما أسماه بالإرهاب ينبئ بتأزم الوضع السياسي أكثر في العراق في ظل الاتهامات الموجهة لميليشيا فرق الموت. إلى أي مدى يعد ذلك اتهاما صريحا من الصدر للميليشيات بالإرهاب؟ أنا قلت هذه أول مرة يتهم بها صراحة للميليشيات، ويتهمهم يعني بارتكاب جرائم ليست ما فعل في البصرة أمس، ما تفجير البصرة أمس أو في مخمور، بل أشار إلى اتهامات سابقة، منها ما ذكر أنه في وزارة الصحة وفي المستشفيات أيضا اتهمهم بهذا الاتهام، وإن كانت المستشفيات وزارة الصحة هي وزارة الاختيار الصدري، فأراد أن يبرئ مسؤوليته ومسؤولية أتباعه عن ما جرى من فساد، لكن هو يبقى اتهام موجه ضد جهة معينة، هذه الجهة يطلق عليها في العراق هي الميليشيات الولائية الموالية لإيران التي ترتبط فكرا وسلوكا وعقيدة بل وحتى إدارة مع الخامنئي، فقط تأخذ رواتب من العراق. وهذا الاتهام الصريح أعتقد سينبئ بمزيد من التصعيد ومزيد من الخلاف السياسي بين هذه القوى. أنا أعتقد الخلاف السياسي بين مقتدى الصدر والإطار بما يسمى الإطار التنسيقي وإن كان خلافا سياسيا لكن هو في صعود في تصاعد، قد يجوز يصل إلى الصدام، هذا لا يستبعد، الخلاف السياسي بينهم قد يجوز يصل إلى الصدام فيما بينهم. هل حديثه عن السلاح المنفلت ينبئ بتوحد لهذه الميليشيات تحت مظلة الحشد أو مؤسسة عسكرية أخرى؟
هو هذا الكلام الذي ذكره، أنه لابد من محاسبتهم، لابد من نزع أسلحتهم، لابد من يكون السلاح تحت سيطرة الدولة. هذه كلها اتهامات موجهة إليهم حصرا، وهم يدركون هذه. وقد بدأ يعني ثارت حفيظتهم هذه التغريدة، وتكلموا كثيرا وبدأوا يشتتون في الكلام، سواء في الاتهامات للآخرين أم في الاتهام لقوى خارجية. وبالتالي الشعب العراقي يدرك أنهم هؤلاء هم المتهمين الرئيسيين في قتل العراقيين، هؤلاء هم من يقوم بالتفجيرات ويتهم الآخرين، قتل على أيديهم ناشطين كثر. بمعنى الطرف الثالث الذي تبحث عنه الحكومة أو تسميه الحكومة فهو موجود أمامها. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.